بأن أعلن اليوم ومن هذا بوجودي في هذه المؤسسة. البرنامج نفسه حقيقة محفز إن يعني مربيين ودكاترة وأساتذة علم، وطبعا يعني أي جهد بالنسبة لنا لدعم هذا التوجه هو واجب أكثر منه يعني حضوره بس. فحسيت من واجبي أن أكون موجود وأشارك، وأنا يعني إلي تجربة خاصة حبيت يعني إن شاء الله في محاضرتي يعني هشارك فيها مع الطلاب لعلها تكون حافز إلى بعضهم، يعني كون خرجت من بلعة ووصلت اللي وصلته يعني كانت فيها تحدي كبير. وبعدين أنا أب وعندي تجربة أولادي في البحث العلمي اللي هو في المرحلة ما قبل التخرج، فيعني أنا مراقب للموضوع هذا، وإن شاء الله في محاضرتي يعني أنا أشارك الحضور والطلاب لعل وعسى تكون حافز لبعضهم إنه يعني يتوجهوا تجاه البحث العلمي وتكمل دراستهم حتى في مجال البحوث العلمية ويوصلوا إلى الدكتوراه إن شاء الله. فكرة المؤتمر بدأت من العام الماضي بعد ما شاركنا في دبي في مؤتمر تقريبا مشابه، لأنه كان مظلة للجامعات العربية لعرض تمكين طلبة البكالوريوس من عرض مشاريع التخرج تبعتهم، فكان التوجه عند الأستاذ الدكتور مروان العورداني إنه ليش ما إحنا نحاول نعمل شيء مماثل لطلبة الجامعات الفلسطينية، إنه إحنا في خضوري الحمد لله يعني خلال الثلاث سنوات الماضية يعني من نجاح إلى نجاح ومن تميز إلى تميز، فليش ما نشوف جماعة الخليل شو بيعملوا، جماعة القدس شو بيعملوا، جماعة بيرزيت شو بيعملوا، فخلينا نعمل مؤتمر يعتبر كما ظل لجميع طلبة كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية. والأمر الآخر إنه تمكننا ولله الحمد من استقطاب عدد كبير من أصدقائنا الأجانب أو أبناء فلسطين الموجودين في المجهر في المهجر عفوا، مثل من أمريكا، من النمسا، من بريطانيا، من قطر، من الأردن، أبناء فلسطين اللي غابوا عنها من سنوات طوال، والآن يعني الفرحة شفتوا الدكتور سعيد قبل شوي لما رجعوا ويشوفوا أبنائهم الطلبة الفلسطينيين يعطوهم ملاحظاتهم. المؤتمر عندنا رح يكون اليوم وبكرة، لكن تفاجأت أنه أغلب ضيوفنا طلبوا تمديد إقامتهم يومين وثلاثة وأربعة بعد المؤتمر حتى يتمكنوا من إعطاء محاضرات إضافية على هامش المؤتمر للطلبة.